حقيقة في هذا اليوم بهيجة والليلة الأمسية فائقة الجمال. الأحساء تحتفل بمهرجان فريد من نوعه والأول أعتقد بين الجامعات السعودية، وكذلك جامعة الملك فيصل سجل هذا الحضور المهيب والرائع والمتميز في التنظيم وفي القيمة المفتوحة، لأنها يعني جامعة بدون أسوار، هذه تعكس توجه عالمي حقيقة، وتعكس أن جامعة الملك فيصل أبوابها مفتوحة. أعتقد أن الجامعة من أول يوم افتتح في المهرجان، بل من أول لحظة وضعوا الفكرة هي نجحت. في الأعوام القادمة راح يكون عندكم تحدي قادم أكبر، لأن النجاح وإبقاءه في وتيرة صعود يحتاج جهد، ولكن احنا دائما قدها، والجامعة كفو، وهو شعار، وإن شاء الله متبنين على طول إن شاء الله.